يعني الأوضاع على حالها، عملية التصعيد الإسرائيلي ما زالت مستمرة في جنوب قطاع غزة، تحديدا في رفح وفي خان يونس، حيث استمرار للغارات وعمليات القصف المدفعي العنيف الذي يستهدف مناطق متفرقة ومختلفة من محافظة رفح. على سبيل المثال المنطقة الغربية لمدينة رفح، منطقة العزبة ومنطقة القرية السودية، محيط منطقة العلم وأيضا منطقة تل السلطان، هذه المناطق الغربية تعرضت إلى عمليات قصف مدفعي وجو أيضا من قبل المسيرات الإسرائيلية على هذه المناطق. كان لافتا أنه بعد تراجع الآليات وإعادة موضعها على محور فيلادلفيا تحديدا في القرية السودية في مناطق غرب رفح، أن هذه الآليات بدأت في عمليات قصف مدفعي مركز على المناطق الشمالية من الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وبالتالي تقوم بعمليات قصف مدفعي عنيف، وأيضا قيامها بإطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه قيام النازحين ومنازل المواطنين في هذه المنطقة التي يوجد بها عشرات الآلاف من النازحين. عدد كبير من المواطنين نزحوا من هذه المنطقة، والتي يتواجد بها نحو 100,000 شخص ما زالوا في هذه المنطقة. لكن بعد الدخول الآليات الإسرائيلية إلى منطقة دوار العلم ومنطقة معاوية نزح عدة آلاف من هذه المنطقة، لكن الناس لا زالوا يعني بعد أن خرجوا عادوا إلى هذه المنطقة. المشكلة والصعوبات التي تواجه الناس هي تتمثل في عمليات القصف المدفعي والجوي وعمليات إطلاق النار التي تستهدف المواطنين من الطائرات والآليات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الخطر المحدق بهؤلاء المواطنين جراء قيام الزوارق البحرية من الجهة الغربية بإطلاق النار على هؤلاء المواطنين. في وسط مدينة رفح هناك تراجع، ورصدنا تراجع للآليات الإسرائيلية إلى محور فيلادلفيا، تراجعت من دوار العلم، دوار النجمة، محيط منطقة الشابورة وتل السلطان إلى الشريط الحدودي، تحديدا باتجاه الجنوب على الشريط الحدودي على محور فيلادلفيا. ولكن عمليات القصف المدفعي لا زالت متواصلة على هذه المناطق، والاستهدافات أيضا متواصلة مع تواصل الاشتباكات وعمليات إطلاق النار في هذا المحور تحديدا وسط مدينة رفح، بالإضافة إلى الاشتباكات العنيفة التي تدور من وقت إلى آخر في المنطقة الشرقية لمدينة رفح، تحديدا منطقة الشوكة، منطقة حي الجنينة، محيط المقبرة الشرقية، وبطبيعة الحال منطقة البرازيل التي تشهد على الدوام عمليات تفجير من الآليات الإسرائيلية ووحدات الهندسة، بالإضافة إلى الاشتباكات التي تدور في هذه المنطقة. إذا ما اتجهنا ناحية الشمال من مدينة رفح تحديدا إلى الشمال الشرقي، منطقة خان يونس وتحديدا بلدة الفخاري، هذه البلدة منذ ليلة أمس وحتى هذه اللحظة تتعرض إلى عمليات قصف مدفعي عنيف من قبل الآليات الإسرائيلية المتمركزة في محيط منطقة صوفا أو محيط معبر صوفا، هذه المنطقة التي تتواجد بها عشرات الآليات الإسرائيلية وهناك تتموضع بصورة كبيرة جدا، تقوم بإطلاق قذائفها المدفعية باتجاه منطقة الفخاري وشرق الفخاري. هذا الأمر أدى إلى تدمير الحقول الزراعية، عدد من منازل المواطنين، وأيضا استشهاد أحد المواطنين بعد قياس استهدافه بقذيفة مدفعية سقطت على أحد المنازل، مما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين من عائلة العمور، بالإضافة إلى إصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي لتلقي العلاج. كما تتواصل من حين إلى آخر عمليات القصف المدفعي تحديدا على منطقتين رئيسيتين، عبسان الجديدة والكبيرة وأيضا منطقة القرارة التي تشهد عمليات قصف مدفعي متقطع. هذا الأمر دفع بالعديد من العائلات أيضا للنزوح مرة أخرى إلى المناطق الغربية من شرق خان يونس، وبالتالي عمليات النزوح متواصلة ومتكررة من رفح إلى خان يونس ومن خان يونس إلى مناطق أكثر أمنا يعتقد بأنها أكثر أمنا في غرب خان يونس، وبالتالي عمليات النزوح تسير يعني في دائرة مفرغة، الناس تبحث على الدوام على مدار الساعة عن أي مناطق آمنة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، لا سيما نقص المياه. نحن نتحدث عن أزمة حقيقية وكارثية تتلحق بمئات الآلاف من النازحين في جنوب قطاع غزة بسبب شح المياه الصالحة للشرب وعدم وجود المياه التي تستخدم يعني في
استخدام يومي للاستحمام وغيرها من يعني لزوم النظافة. وبالتالي هذه الأزمة، أزمة المياه، هي أزمة كبيرة جدا وخطيرة جدا تعصب بالنازحين، بالإضافة إلى يعني استمرار الأزمة الإنسانية والمعيشية في ظل نقص الخضروات واللحوم والدواجن والمعلبات وحتى يعني كل الاحتياجات الأساسية يعني التي يحتاجها النازحين. اليوم كان واضحا أن طائرات عربية قامت بإنزال مظلات تحمل مساعدات على مناطق دير البلح، على مناطق أيضا منطقة حمد شمال خان يونس، وأيضا على الغرب من منطقة المواصي في خان يونس قامت عدة طائرات بإلقاء مساعدات للناس. لكن هذه الطائرات وإنزال هذه الحمولات على المواطنين أبدا لا يحل الأزمة. الأزمة يجب أن تحل عبر فتح المعابر على مصراعيها والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتدفق المساعدات الإنسانية المتكدسة في المعابر. وهذا الأمر إذا لم يحدث سوف تحدث كارثة إنسانية حقيقية. نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، الأزمة تشتد، المجاعة تشتد، نقص اللحوم والدواجن والخضروات وحليب الأطفال، نعم، وحتى المحروقات والسولار اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء للمشافي تشتد. وهناك تحذيرات كبيرة من وزارة الصحة من أن محطة الأكسجين الوحيدة في قطاع غزة سوف تتوقف عن العمل. لذلك مطلوب الضغط أكثر من قبل المجتمع الدولي على إسرائيل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. التحذيرات الدولية تتوالى كذلك في هذا الإطار. أشكرك من خان يونس إبراهيم قنا المراسل الغد، ونعود إليك لمتابعة كل جديد في سياق تغطيتنا.